انا بوجه دعوه تاني انه يوم البتاع ده في ما هو التحرير بتقول بيساع كتير بيشيل كتير التحرير ان غير المحجبات يروحوا يتحجبوا. يا سلام. والله وينزلوا وينزلوا معاهم الاشاربات كده هو والحاجات والطرح والى اخره في البتاع ويجي متحجبين علشان نشوف ايه الحكايه. ده شعب اصله متدين. انا في خلال الخمستاشر سنة الماضية رأيت مئات وآلاف المحجبات شايلة الإشارب في الشنطة بتاعتها، ولما يأذن العصر وإحنا في وسط عمل ولا في وسط كذا وهي وزيرة أو وكيلة وزارة أو مديرة إدارة تقوم تصلي وتلبس الحجاب زي ما ربنا قال وتشيله وهي مش محجبه وتحطه في البتاع ده مش قادره تتحجب مش راضيه تتحجب اتعودت على كده لكن الا مع شرط الصلاه. الله، يبقى دي مؤمنه، يبقى دي مسلمه، يبقى دي ست تقيه بتخاف ربنا ومحافظه على صلواتها ولكن عندها حته ناقصه كده اهو في الحجاب. هم عايزين يشتغلوا على دول، عايزين يفهموهم انه لا، حجابه بتاعي كل ما كشفتي من جسدك كل ما كنت حرة متوافقة مع نفسك متوافقة مع ده الكلام ده غلط. ولذلك انا بدعو كل مصلية نفسها في الحجاب ولم تفعله انها تنزل في اليوم ده وتغزو ميدان التحرير ثم تتحجب تطلع منه محجبة حتى ولو لهذا اليوم بس إعلانا ونصرة لله ورسوله. إيه ده؟ ونتدخل في الناس ليه؟ وتبوظ فلسفة وحكمة المصريين ليه؟ ده احنا بنقدم الإسلام للعالمين بهذه الصورة. جات لي وزيرة التعليم الألماني تجتمع بها طلبة الاجتماع بها، اجتمعت معها قالت لي أنا قلقة جدا من ظاهرة الحجاب. أول حاجة قلت لها ليه إن شاء الله؟ قالت لي لأنها تخفي المرأة جمالها عن الناس. قلت لها طب وما الأهل سيادتك بهذه القضية؟ الست عايزة كده، الست دينها بيقول لها إن ده فرض مش رمز، مش زي الطاقية اليهودي اللي بيلبسها اليهودي مثلا، ده دي عبارة عن زي المصحف اللي الست بتعلقه في السلسلة مثلا، يعني رمز. ممكن ان احنا ما نعلقش المصاحف دي، مر علينا اجيال ومئات سنين ما علقناش المصاحف، رمز ده اللي تقدر تقول عليه، لكن ده مش رمز، ده امر حكم شرعي. فانتي مش قلتولنا انه لازم من حرية الانسان؟ مش انتوا اللي قلتولنا زمان للسفير للسيباسي دعوه يعمل دعوه يمر اتركه وكذا؟ الحرية اللي تعجبهم. فكيف اتحكم وامر واريد واعمل الخطط لاني اخلي محجبة تخلع الحجاب؟ قالت لي طب هل ممكن نتكلم في موضوع تاني؟ فأنا قلت لها لا، أنا عايز أتكلم في الموضوع ده عشان أفهم بعمق العقلية الغربية، لأن إحنا أصدقاء ونريد أن ننشئ جسورا للتعاون لبناء الحضارة الإنسانية، فأنا عايز أشوف أنت بتفكري إزاي. مالك ومال الحجاب؟ فقالت لي طيب أنا آسفة لأني يبدو أن هذا الموضوع أكثر عمقا مما كنت أظن. قلت لها أيوة أنا عايز أسمع هذا الكلام. لما جالي وفد كبير المستوى من سنغافورة جلست معه قال لي مسألة الحجاب مسألة معقدة جدا عندنا وعملنا قلق. قلت له ليه؟ عامله لك قلق ليه؟
قال لأن احنا خايفين أن تكون رمزا لشيء سياسي، اللي هو الكلام بتاع الإخوة ده، تيار سياسي، وعايز يفهمني أنه جايبها من بنات أفكاره. يا حلاوة، لا ما انتش جايبها يا أخويا من بنات أفكارك، ده احنا سامعين الكلام ده من 25 سنة واحنا طفنا العالم وخلاص على كعوب رجلينا. قلت له طيب انتوا ليه بتسيبوا السيخ يلبسوا العمامة؟ قال لي ده قانون بعد الحرب العالمية التانية، اتفق فيه السيخ مع الحكومة السنغافورية بانه لازم يلبسها. قلت له ليه؟ قال ما عرفش. قلت له لانها جزء من دينه، الخمسة كاف. ايه الخمسة كاف دي؟ باللغة بتاعتهم العمامة والخنجر واللحية ومش عارف ايه، وكده خمس كافات لازم تحافظ عليها وإلا ما تكونش سيخي. قلت له الحجاب عندنا كده، يعني هو حكم يعني مش رمز، فلماذا لا تنشئ مع المسلمين قانونا يبيح لهم الحجاب؟ فقال لي دي ما خطرتش على بالنا. الناس منصفة، عايز حد عاقل يكلمهم ويصد معاهم في التفاوض إلى استقرار الأمور. فالنموذج المصري يا أخي نموذج عالي قوي، والمصريين علماء وحكماء. إحنا فينا عبد الرزاق باشا السنهوري اللي حط لوحده القانون المدني. ما تقوليش العميد دوجي ولا مش عارف ايه، هم عبد الرزاق باشا السنهوري ده قد العميد دوجي 20 مرة. احنا عندنا علماء، احنا عندنا الشيخ محمد فرج السنهوري، احنا عندنا ابو زهرة، احنا عندنا علي الخفيف وحسب الله، علي حسب الله، احنا عندنا علماء واساطين علم وتقوى. لما فكروا فكروا صح، ولما انتجوا انتجوا صح، فبقيت هذا. فجاي بعض الناس في اخر الزمن يا عيني عايز يهد ما بناه ابائنا واجدادنا من سمات للحضارة في هذا المجال.